هذه الصور وصلتنا للموقع المستهدف ليل أمس من الضاحية الجنوبية. إذن دمار كبير. طبعا هذه المنطقة ليست المرة الأولى التي يتم استهدافها. دمار كبير كما نشاهد وحفر. يعني غنوة وأنت تتحدثين فعليا كان منذ قليل وزير النقل اللبناني أشار إلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المعبر الحدودي في المصنع تحديدا، هل قطعت الطريق بالاتجاهين أم فقط من الجانب اللبناني؟ طبعا يعني الفيديو كما يظهر طريق المصنع هو الطريق مدمر بالكامل، كان قد وصل فيديو صباحا ايضا اظهر طريق المصنع دمرت بالكامل. اسرائيل تحاول يعني اسرائيل كانت قد يعني قالت بان هذا الطريق ايضا يستخدم، علما بان المصنع هو يعني مرفق حدودي رسمي مدني. اسرائيل كانت قد قالت بان حزب الله ايضا يعمل على نقل الاسلحه من خلاله، وهذا ما كان قد نفته وزارة الأشغال أمس، وأيضا نفته مصادر الحكومة. الجيش اللبناني كان قد أعلن بأنه يقوم بإجراءات مكثفة للتفتيش، ولكن هذا الأمر كان بمثابة يعني التحضير لاستهداف هذا الطريق. استهداف طريق المصنع الدولي الرسمي أتى بعد استهداف لمعابر غير رسمية بين لبنان وسوريا، أيضا كانت استخدمها بعض النازحين في الفترة الأخيرة، وأيضا إسرائيل كانت تقول بأنه حزب الله أيضا استخدمها خلال الفترة الأخيرة لنقل الأسلحة.